السلام عليكم. جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية، إذ أقر الإنقلابيون بصنعاء رفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث وصل سعر 20 لتر من البنزين 8500 ريال، جرعة سعرية تثير الأوساط الشعبية بالعاصمة صنعاء وسط دعوات مطالبة بالثورة في وجه الحوثيين، غير أن فساد النفط في عهد الانقلاب يتجاوز السعر المعلن عنه لمبالغ تصل لمئات الملايين من الدولارات بصفقات وتجاوزات مالية تكشف بجلاء عن بارونات جدد للنفط اليمني، ما كشفه تقرير الجهاز المركزي عن فساد يتسبب بأزمات في المشتقات النفطية تضرب ما تبقى من صبر وقوة لدى المواطن الواقع بين مرارة غياب الدولة ونهب العصابات لقوته. بلد أصبح محكوما بمجموعة من السراق وعصابات النهب التي تمارس أسوأ أنواع الاستغلال لأبسط مقومات الحياة. ألم تكن ثورة الميليشيا بحسب مزاعمهم هي ضد الجرعة؟ فلما اليوم تقوم برفع سعر الوقود لأكثر من 3 أضعاف سعره؟ وإلى متى سيستمر هذا الباب مفتوحا للصوص السوق السوداء على حساب شركة النفط؟ إذن مشاهدينا الكرام، ملف الفساد النفطي في عهد الانقلاب وتقرير الجهاز المركزي عن فساد النفط في شركة النفط والمتورطين فيها ونهب المال العام، وكيف فتحت قيادة الشركة باب السوق السوداء تحت مظلة شركة النفط، وما دور الشركات التابعة لقيادات حوثية في الاستيلاء على أموال الشركة، وتصاريح التحالف العربي بتواطؤ قيادات من شركة النفط ذاتها من أجل استيراد النفط وبيعه في السوق السوداء؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة. وقبل فتح هذا الملف الثقيل نتابع هذا التقرير. صفقات فساد بملايين الدولارات تذهب لشركات نفطية تتبع قيادة الانقلاب، تلاعب في الأسعار وتزوير عقود الشراء وسوق سوداء تبتلع ما تبقى من قوت المواطن. إنها قصة لوي فساد نفطي تمارسه قيادة ميليشيا الحوثي وتكشف عنه وثائق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. الوثائق كشفت عن واحدة من صفقات الفساد التي تمت بين شركة النفط وشركة كروجاز بمبلغ يتجاوز 50 مليون دولار. هذا المبلغ ذهب لصالح كروجاز، وهو ثمن صفقة نفطية يتم بموجبها استيراد الوقود لشركة النفط اليمنية، غير أن ما لم يرده التقرير هو الجانب المظلم في هذه الصفقة، إذ أن الصفقة النفطية تلك وإن سجلت باسم شركة النفط وسمح بمرورها إلا أنها لم تصل إلى خزانات الشركة تحت مبرر تأخر السفن المحملة بالصفقة، فيما الصفقة نفسها وصلت محملة على سفن أخرى لصالح كروجاز نفسها وجهتها السوق السوداء بعيدا عن خزانات شركة النفط ومحطاتها لتباع للمواطن بأضعاف سعرها الرسمي. لكن هذا وحده غير كاف، فقد كشف التقرير عن جملة من الاختلالات والعبث بالحسابات والبيانات المالية للشركة، منها 800 مليون دولار تم اختلاسها من حساب التسهيل المصرفي، و86 مليون دولار دفعتها شركة النفط كغرامات وعمولات لشركة كروجاز. اتهامات لقيادة شركة النفط بالتواطؤ مع كروجاز وغيرها من الشركات، مما تسبب بحرمان شركة النفط من امتيازها باستيراد المشتقات النفطية مباشرة، بل وتجريف رأس مال الشركة تحت بند دعم المجهود الحربي. ودعم المجهود الحربي يأتي من أوجه عدة. يقول مصدر نفطي إن إحدى الشركات النفطية تقوم بشراء الديزل من شركة إيرانية تدعى جولدن كراون ومقرها دبي، يتم سداد قيمتها إلى قيادات الميليشيا بصنعاء كجزء من دعم إيران لميليشيا الحوثي. منذ سقوط صنعاء ومن بعدها اليمن برمتها تحت مبرر إسقاط الجرعة، يعيش المواطن اليمني عهدا أسود وأزمة وقود هي الأطول والأكثر سوءا في حياة اليمنيين. إذا مشاهدينا الكرام، بداية سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أنور العامري المتحدث باسم شركة النفط من صنعاء. مساء الخير أستاذ أنور. أهلا بك. أود بس أن أوضح لك الآن إذا تكرمتي. تفضل. تم حاليا الوصول الآن في خلال هذه الدقائق وأنا على معكم على الخط، وصلني الآن بأنه تم تغيير تناطق رسمي باسم شركة النفط وتعيين أحد الأخوة بدلي المهندس عمار الأضرعي. نعم، إذا يعني لا بأس أستاذ أنور، نستمر معك كونك يعني متحدث سابق ومطلع على الأوضاع. يعني الجرعة السعرية للمشتقات النفطية من الذي أقرها أستاذ أنور؟ طبعا هناك الجرعة السعرية
لم تقر كجرعة رسمية ولكن تم إقرارها من خلف الكواليس. يعني بشكل أوضح كانت هناك مواد تضف بشكل أو ترحل من ميناء الحديدة ومنشآتنا في الحديدة بشكل يومي إلى المحافظة، إلى أمانة العاصمة صنعاء وإلى بقية المحافظات. كان يمتنع هؤلاء التجار عن بيع هذه الكميات في المحطات، وكانت تخفى أيضا مما اتضح لنا لاحقا بأنها كانت تخبأ بداخل أحواش. قمنا بانتقاد هذا الكلام، قامت شكلت لجان من قبل وزارة النفط، وقام أيضا وزيرنا الأخ وزير النفط بنفسه أيضا بالنزول الميداني، وقامت أيضا تشكيل لجنة ونزل معها أيضا في لجنة أخرى مع نائب رئيس الوزراء ومع الأخ رئيس الصناعة وزير الصناعة أيضا، ولكن أصر التجار على نفس التعنت، وأصر ملاك المحطات للأسف وبعض الوكلاء على نفس التعنت بالبيع بهذا السعر. نعم، من أين كان يحصل هؤلاء التجار على هذه المواد النفطية؟ هل من شركة النفط أم من شركات خاصة؟ لا طبعا للأسف شركة النفط في خلال هذه الفترة، ونظرا للتوجيهات التي صدرت من قبل للأسف يعني من بعض المسؤولين وبعض المتنفذين في الدولة، تم إصدار عدة قرارات خاصة بشركة النفط، مما جمد نشاط شركة النفط تماما وجمد قدرتها على الاستيراد أو حتى على التوزيع الداخلي في المحافظات في داخل المحافظات أو داخل العاصمة صنعاء. كل هذه الكميات التي تصل هي كميات تجارية تابعة للتجار فقط، تخضع لرقابة شركة النفط أو بالأخص. نعم، يعني بهذا الشكل أفهم من حديثك أنه تم تجميد شركة النفط تماما وتوقفها عن تماما. نعم 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 نعم. من قبل من هذا التوجه أستاذ أنور؟ طبعا هناك كان توصيات وتوجيهات من مجلس النواب بإعادة نشاط شركة النفط، ولكن ما حدث كان معاكس مغايرا لهذا الموضوع تماما. ما حدث كان إيقاف نشاط شركة النفط، تجميد أرصدتها من قبل وزارة المالية، تحويل كل أرصدتها وحسابات الشركة إلى البنك المركزي، والجميع يعرف أن البنك المركزي ليس لديه أي مبالغ يستطيع دفعها لشركة النفط في محاسبة التجار أو في شراء أي كميات من الخارج. تم إيقاف أيضا المصارفة، تم تكبيد شركة النفط المبالغ هائلة جدا من أموال، يعني مبالغ هائلة جدا. كل ذلك كانت بتوجيهات طبعا من وزير المالية مباشرة للأسف. أيضا التوجيه الأخير الذي أصدر من رئيس المجلس السياسي بتحويل شركة النفط، أنا في حد نفسي يعني اعتبرت بأن هذا القرار أصبح قرار انتصار للتجارة السوق السوداء على الشركة وطنية عملاقة كانت تقدم خدمات وكانت أحد الروافد الأساسيين لخزينة الدولة. تم تجميدها وتحويلها فقط كمخازن للتجار، بعد أن كانت التجار جميعهم كانوا وكلاء لدى شركة النفط، أصبحت الشركة حاليا مجرد مخازن للتاجر. لا تستطيع هؤلاء التجار، يعني من يتبعون، ما اسم هذه الشركات التي تم تحويل نشاط شركة النفط إليهم أستاذ أنور؟ طبعا هي الآن ليس فقط لشركات محددة، كل الشركات التي تستطيع أن تقوم بتقديم ادخال يعني كميات منشآت نفطية الى البلد يتم تخزينها، طبعا لانه لا توجد اي منشآت نفطية الا تابعة لشركة النفط، فيتم تخزين كامل الكميات الخاصة بهؤلاء التجار في منشآت شركة النفط، ومن ثم يتم توزيعها بحسب الاحتياج. التجار في هذه الفترات امتنعوا، التجار هم معروفون لدى الجميع، يعني من بعيد ما نذكر اسمهم الجميع يعرف اسماء هؤلاء التجار ومن يتبعون أو ما هم توجههم بالضبط. نعم، ماذا عن تقرير الجهاز المركزي أستاذ أنور الذي يعني تحدث عن ملايين الدولارات التي يعني تم الاستيلاء عليها أو نهبها من قبل شركة النفط بصفقات مشبوهة، يعني ربما بالتأكيد أنت اطلعت على التقرير وتفاصيله، كان هناك العديد من النقاط التي تم ذكرها والتي يعني تتهم فيها شركة النفط مباشرة، ما موقف شركة النفط منها؟ ربما تتحدثين أنت عن شركة الغاز وليس شركة النفط. شركة النفط لم تذكر
في هذا التطبيق، تقرير الجهاز المركزي تحدث عن شركة النفط أستاذ أنور، وتحدث عن أموال شركة مهدرة، النفط، عن سوء إدارة، عن صفقات مشبوهة، عن الاتفاق مع كروغاز بناء، كثير من النقاط طرحها تقرير الجهاز المركزي. نعم، هذا التقرير أنت تتحدثي عن التقرير القديم، يعني ما كان في 2015 و2016. نعم، كان هناك بعض المشاكل التي حدثت مع بعض التجار، لما قاموا بالاتفاق مع شركة النفط حول استقدام كميات كبيرة، وللأسف لم يقوموا بالإيفاء بهذا الالتزام لشركة النفط. تم بعدها أيضا دخولها في محاكم، هناك أكثر من قضية مرفوعة الآن مع بين شركة النفط على بعض التجار في المحاكم التجارية. هذه قضايا قديمة جدا. أنا أعتقد أنك تتحدثين عن قرار البنك المركزي، الجهاز المركزي في هذا العام، نعم لا نعم صحيح، أي ذكر لشركة النفط. نعم نعم يعني، ولكنها ظهرت هذه الوثائق ربما حديثة للإعلام. أستاذ أنور، هناك أيضا يعني صحف تهاجم قيادة شركة النفط وتتهمها علنا بنهب يعني الملايين، يعني طائفي ينهب 40 مليون دولار، مليار ريال مقابل تصريح السفن. هناك حديث عن صفقات مشبوهة مع كروغاز أيضا، التي يعني تمنح مبالغ مالية لتتاجر بها بطريقة غير مباشرة لإيصال المواد البترولية بالسوق السوداء. يعني العديد من النقاط تم ذكرها، ما هو رأي شركة النفط؟ كل هذه النقاط التي تحدثت عنها هي نقاط سابقة كانت العوامل السابقة، ليست حاليا. يعني حاليا إذا ما الذي يحدث؟ لهذه الأزمة لا، خصوصا مثلا كما الآن عندما ذكرت كروز غاز ليس لها أي تواجد حاليا، ولم تقم باستخدام أي كميات، ولا تقوم بتوريد أي كميات لشركة النفط أو كتاجر. تم إيقافها نظرا للمشاكل التي حدثت بينها وبين شركة النفط، وما زالت بينها قضايا يعني مرفوعة ومجمدة في المحاكم، لم تبث فيها حتى الآن، القضايا لم تبث فيها حتى الآن. ما يقام الآن حاليا كله يدار بشفافية كاملة. ليس لدينا ما نقوم بالشراء به الآن، نقول لك يعني التجميد لم يحدث، هو ليس وليد اليوم، نحن ما يقارب العام تم تجميد أرصدة شركة النفط لعدة أشهر، نحن الآن لا توجد أي صفقات أو توريدات قامت بها شركة النفط لكي نحاسب على وجود فساد حاليا. نعم، طيب أستاذ أنور، يعني إذا كان السعر العالمي يعني للعشرين لتر حوالي 3200 ريال، يعني ما معنى أن يبيعه الحوثيون أو السلطة الأمر الواقع حاليا للناس بأكثر من الضعف، 8500 ريال؟ هذا يعني سعر جنوني ومبالغ به. طبعا السعر مرتفع جدا ومبالغ فيه كما ذكرتي، ونحن رفضنا في شركة النفط وأيضا في الوزارة رفضنا هذا القرار تماما، ورفضنا هذا الاتخاذ الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل بعض التجار والملاك والوكلاء، وقمنا بالحملات التي نزلت، وقمنا بمصادرة بعض الكميات وبيعها بالقوة لشركة للمواطنين مباشرة من هذه المحطات. ولكن كما ذكرت لك، للأسف تم إخفاء الكثير من الكميات في الأحواش، وما ظهرت للأسف، ما عندما تحدثت عن الجرعة، ما سبب وجود الجرعة هذه؟ نعم، هناك كما يقال محاولة أو ممنهجة لهذا السير لإثبات هذه الجرعة. تم توحيد البيع في نفس اليوم، تم فتح المحطات التي كانت مغلقة، كل المحطات التي كانت مغلقة في الأسبوع الماضي لعدم توفر لديها أي كميات، فوجئنا بأنها فتحت قبل البارحة كلها في يوم واحد، وفتحت بتسعيرة موحدة، مما أعطى شعور للناس وللجميع ولدينا بأن هذه الجرعة السعرية تم إقرارها على المواطن، مما زاد الأعباء على المواطن. كما تعلم يعلم الجميع بأن المواطن لا يمتلك راتب لمدة عام، ما يقارب العام، فكيف يتم أيضا زيادة العبء عليه بهذه الطريقة، إيصال وبالغاز، وتباع الآن وتباع جميع المحطات مفتوحة، أغلبية المحطات المفتوحة تبيع بهذا السعر متفاوت بين 8300 و8500 ريال. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أنور العامري، المتحدث باسم شركة النفط، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. ومن صنعاء أيضا ينضم معنا عبر الهاتف دكتور محمد زوبة، الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور.
أهلا بك. دعني أبدأ معك من حيث انتهيت مع السيد أنور العامري، الحديث عن سعر ارتفاع سعر البترول ووصوله إلى 8500 ريال. ما هو تفسيرك الاقتصادي لما يحدث دكتور محمد؟ شكرا جزيلا. والله اللي بيحصل انه جريمة قاتلة على الشعب اليمني، جريمة بكل المقاييس. الحاصل زي ما تكلمتي انه سعر الاكفال امس في بورصة لندن على مؤشر بلاتس كان تقريبا ما يسمى بالدبة او بال 20 لتر حوالي 7 دولار و 6 سنت، بمعنى ان اللتر تقريبا حوالي 38 سنت. يصل سعر الاسطوانه ال 20 لتر وما يسمى بالدبه حوالي 3268 ريال، بسعر الدولار 430، يعني احنا بنحسب سعر الدولار 430، فالفائده السعري حوالي 5000 ريال. نعم 5000 ريال هذا يدفعها المواطن للاصابات اللي يتحكم من المؤسف حقيقه. انا الليله سمعت من الاسفل العاملي خصوصا بعد ما ذهب الى دول بانهم اكثروا من عمله، لم يستطع ان يوضح للمواطن والشعب اليمني الذي الان غلبت الناس الان تستمع الى ما يقول، من هم وراء هذا المصيبه؟ من هم وراء هذا الكارثه؟ نعم اذا وضح لنا انت دكتور محمد، من وراء هذه الكارثه؟ لا لا استطيع عقيدتي وفاهم فاهم انه موضوع قرار التعويم على دستور محمد علي الحوثي لجنه ثوريه، والذي الان يقوم بدعمه بكل قدراته السياسيه والشرطية صارح الشمال ومن جماعة الحوثي، وفي صراع مباشر مع قدرات حزب وما تبقى من حزب المؤتمر، وكما تلاحظون الصراع المرير القائم بينهما الآن على تحميل كل طرف لمأساة هذه القرعة التي أصابت الشعب اليمني. تلاحظ أن مع كل هذا الكلام لم يستطع الاخ العامري ان يفصح بان قرار التعويض هذا هو القرار الطامه الذي ذكرناه اكثر من مره. يا سيدتي قرار نعم لكنه نعم تحدث الاستاذ انور عن يعني القرار انه اتى من رئيس المجلس السياسي من وزير الماليه مباشره، ذكر يعني لا هو يا سيدتي الموضوع ليس مجرد حديث، الموضوع ليس مجرد حديث يا سيدتي، الموضوع نعم. انه كان يفترض من شركه النفط اليمنيه ووزاره النفط اذا استمرت حكومه صالح الصومال ومحمد علي الحوثي في فرض وصايتها على المشتقات النفطيه ان يقدم استقالتهما، واقصد قياده شركه النفط اليمنيه ووزير النفط. اما انهم يدخلوا في صراع واصبحت الان قضية شعب ومجتمع ينهار ضائعة بين فريقين متصارعين على السلطة، فهذه مشكلة يعني عروسة. تبين كان احنا نتكلم عن هذا الموضوع وقت السبب وتكلمنا عنه عدة مرات، وقلنا إن لم يرفع قانون التعويم فليس هناك فائدة. قانون التعويم يغطي على عملية السوق السوداء ويغطي على استجلاب السوق بالسوق العالمية بأسعار منخفضة وبيع على الشارع اليمني بأسعار مرتفعة. أين تذهب هذه الفوارق؟ أين تذهب هذه الفوارق؟ أين تذهب برأيك؟ تذهب إلى الخزائن الجماعات الموجودة الآن وما يسمى بعقوبة الأمر الواقع. هناك صراع يا سيدتي بريد الآن بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين على من يسيطر على الدولة. أصبحت قدرات المؤتمر الشعبي العام أقل من حزب الحوثيين، فأصبح هو الآن هم المسيطرين على كل إمكانيات المالية، لدرجة أن وزير المالية في الحكومة أصبح الآن يوقف كل العمليات الاقتصادية داخل البلاد خدمة للمشروع الاستهلاكي
للمجهود الحربي الذي يقوم به الجماعة الحوثي. هذا واضح. كان يجب على وزارة النفط قبل أن تدخل في هذا السطر مع سوق الصنعة أن توضح للناس بأن هذا ليس من اقتصاد، وأن ما يتم هو نتيجة فساد واضح جهارا عيانا يوميا من قبل سلطة صالح الشماط وجماعة الأيدي. كان يفضل أن توضح للناس لماذا المواربة على هذا، لماذا المواربة على اليوم. الآن اليمين يا سيدتي أصبحت يعني تعاني، أصبح الناس في المجتمع اليمين يعاني. أنت عارف الآن إذا استمر السعر هذا معناها أنه في نهاية السنة سوف يصل سعر الدولار إلى 560 لأنه البالي أو ما يسمى بالقيمة الشرائية للريال اليمني سوف تنهار، وبالتالي سوف تصبح قيمة العبة الدجاج بدل ما هي 1500 أصبح 2000، والعلبة الزبادي بدل ما هي 80 ريال بعد تصبح 200 ريال. هذا الكلام يعني كلام غير مضبوط. أنت لما ترفع الأسعار وتحاول وتقضي على القدرات الشرائية للريال اليمني معناك قضيت على الإمكانيات الاقتصادية للمجتمع الذي أصبح لا توجد فيه لا رواتب ولا مداخل ولا قدرات إنتاجية. نعم. طيب دكتور يعني محمد، كثيرا ما تحجج الانقلابيون وربما استغلوها فرصة بعد قرار التحالف بالحصار البحري والجوي والبري أيضا، يعني يتحججون بأن العدوان هو السبب الأزمة. يعني أنا أريد أن أسألك كونك خبير وشخص تعيش في صنعاء، هل فعلا هناك أسباب من هذا القبيل قد تؤثر على الأسعار بهذه الصورة الفجة وبهذه السرعة أيضا؟ يعني يتخذ قرار التحالف ليلة البارحة ليصبح اليوم الثاني هناك أزمة في البترول؟ هذا هو هو أنا أجبت على نفسي بالسؤال. يعني المساء يعني كان القرار والصباح يعني بكرت كل المحطات الوجود بسعر 8500، يعني ما حصل يعني هل يعني الملائكة يعني أو شياطين أنزلوا من المحطات في نفس اللحظة؟ المخزون موجود يعني لفترات محدودة. ثانيا يجب أن نكون واضحين في هذا الموضوع. الموانئ اليمنية مفتوحة على من 2015 في 2016 في 2017. طيب ماذا حصل في يعني في خلال أسبوعين قدرت كل الأوضاع رأسا على عقب وتحمل التحالف؟ يا سيدتي ما يحصل في صنعاء هو أنه حكومة الأمريكية تبتز العالم والمنظمات الدولية باسم الشعب الرهينة الذي يعيش في كنف هذه العصابة. نعم. هذا الذي يحصل في صنعاء الآن. الآن على سبيل المثال تلاحظ يا سيدتي أنه مثلا منظمات الأمم المتحدة تقوم بضغط يعني شديد من كل الاتجاهات لأجل الغرض الإنساني وعادة تموضع للقدرات الإنسانية في اليمن. في نفس الوقت الذي لم نسمع منظمة دولية واحدة تنتقد سلطات الحكم الواقع في صنعاء فيما تقوم به. لماذا لم تقوم الأمم المتحدة أو مقرين الأمم المتحدة أو مقرين المنظمات الدولية العاملة في اليمن على سبيل المثال بنفس الجهد الذي تقوم به في إدانة والضغط المتواصل على التحالف فيما يخص فك المعابر الإنسانية وإيصال المؤونات الإنسانية؟ لماذا لا يقوم بنفس التفاعل في الضغط على حكومة السلطة الأمر الواقع في صنعاء إعادة النظر فيما يقوم به؟ لقد أفلسوا بالشعب اليمني يا سيدتي. الناس الآن بتبيع الحصير اللي تحتها. الآن الناس التي كانت تمتلك الآن لا تمتلك. الآن الطلاب الذين كانوا يذهبون للمدرسة الآن لا يستطيعون يذهبون للمدرسة، والطلاب الذين يذهبون للجامعة لا يستطيعون يذهبون للجامعة. أكثر الناس الآن قاعدة في دوشة. لو ذهبت اليوم إلى المصالح الحكومية أو ضاعت دقة من ما يسمونه أكثر الناس قاعدين في دوشة ما يستطيعون حتى أن يذهبوا إلى المصالح الحكومية. يعني تعطلت البلد بالكامل. الوضع يعني مزري جدا. أين هذه المنظمات التي تدعي أنها يعني تدعي حقوق الإنسان ودفاع عن حقوق الإنسان؟ لماذا لم نسمع منها قال تقرير واحد أو
بيان واحد فيما يخص ما دامت بصدرة بواقع برب سير المشتقات النفطية من 3500 أو 4500 أو 5500 إلى 8500 هنا هؤلاء. نعم، إذا دكتور محمد اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حوارنا. لنمعن النظر قليلا. لا مستقبل يضيء في أعينهم. فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة. فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب. وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بك مرة أخرى دكتور محمد الزوبة، واسمح لنا أن ينضم معنا أيضا في حوارنا هذا الأستاذ حسن شرماني رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط من صنعاء. أيضا مساء الخير أستاذ حسن. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ حسن. بداية يعني كونك قيادي في اللجنة النقابية وبالطبع مطلع على الكثير من الأمور التي تحدث في شركة النفط، أود أن توضح لنا يعني من وجهة نظرك ما هي أسباب ارتفاع النفط بهذا الشكل؟ بكل سرور. اسمحي لي سيدتي أن أنوه قليلا قبل أن أتحدث لذلك. أنا أتكلم الآن من صنعاء. صنعاء التاريخ والحضارة، صنعاء مصنع الرجال والقادة. أقول أن حقيقة ما يجري في شركة النفط، أتمنى من المشاهدين الكرام أن يسمعوا هذه الحقيقة من اللجنة النقابية بشركة النفط، نقولها بكل وضوح أنه بعد أن أحكمت قبضتها على مفاصل ومنشآت شركة النفط، بعد أن استولت على أكثر من 100 مليون دولار قيمة مواد بترولية لم تصل إلى شركة النفط إطلاقاً، الأمر الذي أدى إلى اعتزال محافظ البنك المركزي بن همام واعتزال نائب المدير المالي بشركة النفط اليمنية أحمد زيد، وكان على إثره ارتفاع سعر الدولار. بعد كل هذا السطو والعبث بشركة النفط، قامت الثورية العليا بإيجاد سوق بديل للمشتقات النفطية عبر قرار التعويم وعبر أدواتها في جماعة الملف النفطي واللجنة الاقتصادية وقيادات شركة النفط المتواطئة وعبيد الدينار والدرهم. هذه الأدوات أقصت شركة النفط واستولت على أموالها ومنشآتها وصنعت تجار استيراد وتوزيع المشتقات النفطية تابعين للثورية وللحركة الحوثية، وحولت شركة النفط إلى مجرد دكاكين لخزن المشتقات لتجارهم، وبالتالي أصبحوا هم التجار وهم المسؤولون في نفس الوقت، ولذلك تحكموا بأسعار المشتقات النفطية وباعوها بأسعار خيالية. وهذا هو أستاذ حسن، يعني يتفق حديثك مع الأستاذ أنور العامري، وربما هذا هو واقع شركة النفط الآن مجمدة فعليا عن القيام بأنشطتها السابقة. إذا ما هو موقفكم أنتم يعني بالذي يحدث كونكم قيادة نقابية في شركة النفط، تتحدثون باسم 6000 موظف، تجريف حقيقي يحدث لشركة النفط في ظل يعني كل هذا الفساد، ما الذي يعني ستقومون به في ظل كل ذلك؟ نحن موقفنا في اللجنة النقابية في شركة النفط وموظفي شركة النفط نرفض سلب إرادة شركة النفط ومنشآتها وأموالها من قبل العابثين والجائعون الجدد الذين استولوا على منشآتها وأموالها واختصاصها في توزيع المشتقات النفطية. سيدتي المشاهدين الكرام، هل تعرفون ما هو المسمى الحقيقي لشركة النفط؟ إنها شركة توزيع المشتقات النفطية. صحيح. الآن أصبحوا هم
أصحاب الملف النفطي واللجنة الاقتصادية هم المستوردون والموزعون وما شركة النفط إلا مجرد دكاكين للخد. نرفض هذا العبث وهذا الاستيلاء على مؤسسات الدولة وعلى نشاط شركة النفط اليمني، نرفض رفضا قاطع. وقد هددنا مرارا وتكرارا بأنه ستكون ثورة مؤسسات تنطلق من شركة النفط تتبعها جميع مؤسسات الدولة في صنعاء. نعم، إذن ما هو موقف قيادة الشركة أستاذ حسان؟ يعني أن تركن أعمال الشركة بهذا الشكل وتحيد تماما عن أعمالها السابقة، وهناك تهم وربما تقارير تفصح عن تورط قيادة الشركة بالفساد بالتشارك مع يعني اللجنة الثورية العليا، ما رأيك؟ طبعا هذا كلام مؤكد جدا، وكما قلنا أنهم أحكموا على شركة النفط وعلى منشآتها ومفاصلها بتعيينات حساسة في مناصب هامة، فأصبحت بعض القيادات التابعة لما تبقى من مؤتمر الزعيم مجرد عبيد للدينار والدرهم، متواطئون أغلبهم، متواطئون أغلبهم، يبحثون عن مصالحهم، أغلبهم وجهت لهم لطمات، بل وإن بعضهم لصوص وقد أحولوا إلى النيابة عبر ما يسمى بلجنة مكافحة الفساد. وفعلا هناك متواطئون كثير من قيادات شركة النفط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حسن شرماني رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني كل هذه الأحداث التي يعني يمر بها المواطن، هناك أحاديث عن يعني أنه لما لا يتم بيع المشتقات النفطية بالسعر العالمي ويعني ينتهي كل هذا الجدل، خاصة يعني أن الموانئ ما زالت مفتوحة التي يصدر منها يستورد منها النفط. هذا هو المفروض الذي يعني احنا كنا نتوقع أنه لو عيدت السلطة من جديد إلى شركة النفط. شوفي، أنا أقول حاجة واحدة بالنسبة لموقفي أنا من شركة النفط، أنا من أكثر الناس الذين حاربوا الفساد في شركة النفط اليمني من زمان، يعني قبل يعني من حوالي 15 سنة واحنا بننتقد شركة النفط اليمنية وعلى ما كانت تقوم، لأن كانت في يوم من الأيام تمثل أحد أضلاع مثلث الفساد في النفط في اليمن. شفتي كيف كانت لها أدوار سيئة سلبية في ذلك الوقت، ولكن احنا الآن نتكلم على المرحلة الراهنة، فترة السنتين التي دخلنا فيها الحرب، كان يفترض أنه تستلم شركة النفط بما أنها الشركة الوطنية الوحيدة التي تشتغل في هذا المجال، في مجال شراء وبيع المشتقات النفطية بطريقة علمية، بمعنى أنه كل الكميات التي اشترى من السوق العالمية تدخل في حاجة اسمها التأمين الشرائي للمستقبل، بمعنى أنك تختار فصول السنة وتختار الكميات، ويصبح هناك حتى أسعار خاصة غير الأسعار العالمية. نحن لما نتكلم على الأسعار العالمية أقول أنه سعر البرميل كان 65 دولار اقفال البارحة يعني في سوق لندن في البلاد. نعم. هذا ليس معناه أن السعر العالمي الذي المفروض نحن نشتريه لليمن، لا، هو لو كان فيه هناك طريقة علمية وطريقة تجارية في هذا الموضوع كان يشتغل على طريقة اسمها الشراء المستقبلي الذي يوصلنا إلى أسعار منخفضة جدا، قد ربما يحصل الفارق فيها إلى حوالي من 10-15% من السعر الرئيسي، والذي كان سوف يوفر يعني مبالغ كبيرة جدا لو وصلت إلى ما ينعدم بما يسمى بالCIF، بتكون هناك فوارق سعرية أكثر من الذي تكلمت عنها والذي 3268 في حالة الشراء بطريقة الشراء المستقبلي أو الفيوتشر ماركت. ولكن المشكلة أنه لم تحدد هذا الآليات ولم يدخل هذا الموضوع بطريقة علمية تجارية في الصناعة النفطية في اليمن، لأنه كل الكوادر والقدرات التي تشتغل في اليمن كانت تشتغل على حاجة اسمها السبات أو ما يسمى الشراء من المركز أو من الدكة، اشتري اخذ الدكة وروح لها، وهذا من اكبر الاخطاء. ثانيا، عمليه الاوفسيتس او ما يسمى بالمستندات الورقيه الذي يتم الان، انه معظم الكميات التي تاتي من اليمن هي بتاتي من مصافي ايرانيه في دبي، هذه المصافي تقوم باعطاء دعم عيني نفطي مشتقات نفطيه الذي هي البترول والديزل لجماعه الحوثي بدلا من الكاش، ويقوموا بتصريفها في السوق اليمنية ويحصلون
على عائداتها بالريال، بمعنى انه الان البنك المركزي يعني عندما قضى على وديعه مقدارها 6 بليون و6 مليار و6 من 10 قضى على عليها كيف؟ انه كان يبيع، كان يبيع الدولار ب 215 للسعر المشتقات النفطيه، بينما اللي بيحاسبه المواطن اليمني على حساب 350 قبل سنه و370 و400 الان. فالفارق في السعر ما كان بيصبح السعر مهول جدا، لانه انت تحصل على دعم مجاني من ايران، ولكنك بتبيع بسعر كامل الى خزينتك الخاصه. وهذا الذي يعني يوضح للناس او للجمهور او للمشاهدين الكرام لماذا سلطه الامر الواقع في صنعاء وخصوصا سلطه الحوثيين تقاتل وتستميت في الابقاء على قرار التعويم، لانه قرار التعويم لم يغطي على التجار انفسهم وهم تجار السوق السوداء فحسب، ولكن غطى حتى على منبع الاستيراد نفسه او منبع ال 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 الأوراق الأوفيس التي تسلم أو الأوراق المالية التجارية التي يتم التحول فيها والبنوك التي تستلم عن طريقها في لبنان. لأنه فبحث هذا المواضيع كان كل شيء بيبان أنه هناك في أموال ضخمة تضخ غير مباشر من إيران للحوثيين في العملية التجارية في اليمن. على سبيل المثال يقول الآن الأرقام مثلاً انه من بدايه 2017 وصلت الى اليمن حوالي 182 سفينه بما يعادل 2 مليون طن مشتقات نفطيه، بمعنى ان في اليوم الواحد تقريبا حوالي 50,000 برميل. انا قلت قبل اسبوع على المنبر كم بانه حوالي في اليوم حوالي 4 مليون دولار. هذا يعني كميه الاموال تضخ الى خزينه المجهود الحربي، ومع ذلك يقوم الشعب اليمني ومن دمه ومن كدحه بتغطية معظم المجهود الحربي على أظهر المواطن اليمني الذي يعيش في الشارع. هذا المواطن دكتور محمد، يعني ما الذي يمكن أن يفعله يعني تجاه هذا الغول من الفساد الذي يكبر يوما بعد يوم؟ هناك من يتحدث عن إضراب، عن عدم تعبئة السيارات بالبترول، إيقاف السيارات جانبا، هناك من يتحدث عن ثورة مؤسسات، هناك من يتحدث، ما هي الحلول التي يمكن أن يعني تقدم لإنقاذ هذا المواطن برأيك؟ المبادرة في السيارات وتوقيف السيارات هي مبادرة يعني اجتماعية رائعة، ولكن أنا من وجهة نظري إن المبادرة في ظروف الوضع اليمني أو في ظروف الاحتياج للمواد الاستهلاكية هذه سوف تأثر كثير، لأنه أنت تحتاج تسعف مريض، بتحتاج تروح للمدرسة، تحتاج تروح للجامعة، تحتاج تروح للوظيفة إذا بقت وظيفة، بتحتاج يعني تسافر مدينة إلى مدينة تقضي أغراضك، يعني أنت بتحتاج إلى الديزل علشان تطلع الطماط أو تطلع البطاطا أو المنتوجات الزراعية، يعني أصبح من الصعب جدا أنه نتخلى عن المنتوجات هذه. الآن نتكلم شوية في السياسة، يعني ما حصل في الجمهورية اليمنية أنه تم إجهاض الساحة اليمنية من العمل الجماهيري والحزبي الذي كان موجود إلى ما قبل يعني ثورة الربيع العربي. كانت هناك جماهير تحركها احزاب. عندما دخلت الان ما يسمى بالثوره الحوثيه او ثوره المسيره، هذا قبض حتى الان على شريكهم الذي كان يمثل المؤتمر الشعبي الان، بمعنى انه حتى المؤتمر الشعبي الان اذا كان يريد اليوم يخرج بمظاهره ضد الحوثي لن يستطيع، لا يمكن، لا يتمكن من الحصول على هذه القدرات الجماهيريه، لانه اصبحت الان مستهلكه بالشارع، بمعنى انهم غير قادرين انهم يتحركوا بالشارع. انا الذي اطالب مثلا على سبيل المثال انه المواطن اليمني في كل حي وفي كل منطقه يجب ان يعي هذا الكلام، بمعنى ان الرساله للناس كلهم، اذا تكامل الراعي لدينا ووصل الراعي والمعرفه لدى المجاميع من الشعب اليمني ان لديهم عدو الآن يتمركز على مقدراتهم وعلى حياتهم، فيجب علينا أن نحدد وبطريقة واضحة من هذا العدو الذي الآن
يقوم بعمل هذه الجريمة النكراء ضد الشعب اليمني. بمعنى أنه متى يستطيع الشعب اليمني أن يعي من هو العدو ومن هو القضية؟ إذا شكرا جزيلا لك دكتور. لا تمر آلياته. نعم يعني يدركني الوقت، اسمح اعتذر منك دكتور محمد الزوبال الخبير الاقتصادي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وينضم اخيرا معنا الدكتور سعيد عبد المؤمن رئيس المركز الامل الشفافية وقضايا العمل من صنعاء ايضا. مساء الخير دكتور سعيد. مساء النور. دكتور سعيد، يعني طوال حديث الحلقة هناك تحييد تماما لشركة النفط وإفراغها من مهامها، هناك سوق سوداء ظهرت للمواطن وهي التي تبتلع قوته يوما بعد يوم، ما أثر ذلك على شركة النفط وعلى المواطن على حد سواء برأيك؟ وشركة النفط يعني يكاد تكون خرجت من اللعبة تماما، لأنه بسبب زي ما قال الزملاء أنه في مشكلة كبيرة داخل الشركة، في تجميد لنشاطات الشركة، في سيطرة على الشركة، تجميد لأرصدتها، كثير من المشكلات يعني بدأ الحديث عنها يطفو إلى السطح بشكل كبير. الشركة خرجت من اللعبة تماما وأصبح الدور الآن مرتبط بالقطاع الخاص، شركة خاصة أنشئت بسرعة كبيرة كده، أصبحت هي التي تستورد المشتقات النفطية ثم تأتي بها عبر منشآت شركة النفط، وأحيانا حتى لا تصدر شركة النفط على العمولة ثم تنزل إلى السوق. هذا بالنسبة للشركة. ما بالنسبة للمواطن اليمني، الحقيقة أنه مشكلة ارتفاع أسعار النفط هي مش من اليوم، يعني هي بدأت بعد 26 مارس، يعني عندما حصلت الضربة من قبل التحالف على اليمن بدأ الوضع، يعني كجانب اقتصادي بدأ التأثير على اليمن، بدأت البواخر تواجه مشكلات في الدخول، فبدأت الأمور تتأزم. والمعروف أنه كانت أكبر طوابير في العالم للمشتقات النفطية كانت عندنا في اليمن، ولهذا طبعا اللجنة الثورية اصدرت قرار التعويم. قرار كان غير مدروس، يعني لأنه كان غير مدروس لأسباب، لأنه ما عندنا اشتقار قادرين على أنه يقوموا بهذه المهمة بشكل صحيح، خاصة من الجوانب الفنية وتوفير المشتقات الكاملة وذات المواصفات الجيدة. ثانيا أنه ما فيش لديهم منشآت. ثالثا الحكومة مش مهيئة لهذا الكلام، فحصلت إشكالية كبيرة، وكان واضح أن القرار مرتجل غير مدروس بشكل حقيقي، رغم أنه في بدأت الآن محاولة للدفاع عن القرار بالقول أنه ما يتم هو ما حكت بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين، وأنه هناك هجوم على أنصار الله في هذا الجانب، وأن القرار كان لأنه مطلوب بسبب حالف منع شركة النفط من أنها تستورد، فكان البديل هو وجود شركة أخرى. طبعا في حاجة غير واضحة في الفكرة في هذه الموضوعات، يعني رغم ما يطفو على السطح، لكن يبدو أنه ما يظهر على السطح هو رأس جبل الجليد فقط. أنا أذكر أنه في شهر سبتمبر، في بداية سبتمبر الماضي، الأخ وزير المالية في مجلس النواب قال أن هناك اتفاق ما بين شركة النفط اليمنية وشركة روسية على توفير المشتقات النفطية، وأن ستصل الدبة إلى ميناء يعني منشآت شركة النفط في الحديدة بمبلغ 1800 ريال، وأنه بالإضافة إلى الضرائب والرسوم حيكون السعر في حدود 3020 ريال أو 3040، وأن الحكومة حتبيع ب 4000، وبالتالي من خلال الفارق هذا والرسوم والضرائب والجمارك سيتم دفع رواتب كل موظف الدولة. طبعا قال قدم البرلمان، أنا لا أتكلم، شوف المشكلة هنا حقيقة في حاجة غير واضحة، قال أنا لا أتكلم بصفتي وزير مالية، ولكن لأنني سمعت الخبر باعتبار أنه شركة النفط هي المسؤولة، يعني هنا ألقى العبء على شركة النفط، وكان المفروض أن مجلس النواب يتخذ قرار، لكن مجلس النواب أجل الموضوع. بعدها الأخ وزير النفط وجه رسالة للبنك المركزي لوزير المالية يقول له أنه نحن على شأن نوفر البترول. نعم نعم، يعني ربما هناك اطلع على مثل هذا الأمر دكتور سعيد، لكن أسألك يعني أيضا هناك من يستغرب، يعني ترتفع الأسعار مجرد أن يختفي النفط أو يرتفع الدولار، وحين يعني تعود الأمور على ما هي عليه من قبل النفط مثلا أو عودة انخفاض الدولار لا تعود الأسعار، يعني بعد قرار التحالف ارتفعت الأسعار 100% تقريبا، ولكن للأسف الشديد هناك ضربة اقتصادية غير عادية بالنسبة للمواطن، ما هو سبب برأيك؟ هي ظاهرة يمنية، يعني هي ظاهرة يمنية من زمان، احنا نعرف هذه الظاهرة من قبل 20-25 سنة، يعني كان كل ما تحدثت الحكومة عن رفع السعر
اصحاب المحطات يغلقون، ترتفع الاسعار في السوق المواديه وتحدث مشكله، ثم ترفع الحكومه السعر. وهو طبعا اعتقد انه قد تراث يمني في الفساد، يشترك فيها الحكومه ويشترك فيها المواطن. نعم. وتشترك فيها الادارات بشكل كامل. اللي حصل الان انه كان شيء ملفت للنظر باعتبار انه التحالف كان سبب اساسي في انه اصدر قرار غير مدروس، وبالتالي والواضح انه تراجع عنه. معنى ذلك انه قياده التحالف قياده متخبطه، قياده ليس هدف الا الاضرار بالمواطن اليمني. نعم، يدركنا الوقت دكتور سعيد، شكرا جزيلا لك. دكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المساء اليمني، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.